السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل القرآن الكريم على نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في زمان رانت فيه على قلوب البشرية عبودية الإنسان للإنسان وللأشياء من حوله، وكان من ضمن وظائف القرآن رد الإنسان إلى رشده واستنقاذه من أوحال الوثنية وأوشاب الشرك إلى صفاء التوحيد وأنواره. والمعنى العملي لذلك قضى بإحداث تغيير جذري وعميق في النفس البشرية، وقد وقع ذلك حقا في البيئة العربية التي استحال أهلها من رجال يستميتون في حروب ثأرية عبثية ويقدمون دماء سخية على مذبح ناقة مثلا، إلى عظماء لم تشهد البشرية لهم نظراء في الصدق والشجاعة والرشد. فما المنهاج الذي قرره القرآن الكريم في إحداث التغيير الكبير في النفس البشرية؟ وما مقاصده من ذلك؟ أهلا بكم مشاهدينا الفاضلين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد. تفاصيل اللقاء تأتيكم بعد هنيها. موضوع حلقتنا هذه نبحثه مع ضيف كريم من لبنان وتحديدا من في طرابلس، وهو الأستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الأصل يعني كمدخل إلى هذه الحلقة التي فيها موضوع يعني حيوي ومهم وخصوصا في زماننا هذا، الأصل أن يكون الحديث في يومنا هذا عن منهاج المسلم في التغيير، بمعنى أنه يعني المسلم هو الذي يكون أداة التغيير ويغير في العالم، لكن لظروف تاريخية وسياسية تعرفها جنابك والسادة المشاهدون، يعني نحن مضطرون للحديث عن التغيير الذي ينبغي أن يحصل للمسلم أولا. فمن ذلك يعني لو حدثتنا بنظرة عامة، كيف تقييمكم لواقع الفرد المسلم في زماننا الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أشكركم بداية على هذه الاستضافة الكريمة. وبعد، في الحقيقة واقع الشخصية التي وصل إليها المسلم في هذا الزمان ليس هو الواقع الذي يرتضيه الشرع للمسلمين. هذا بالطبع حال غالبية المسلمين، ولا نقول الجميع، وإلا فإن الخير باق إلى يوم القيامة، وستبقى الأمانة ملقاة على عاتق هذه الأمة إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى. حقيقة الأمر أن الشخصية الإسلامية فقدت كثيرا من مقوماتها، بل نستطيع القول كثيرا من المسلمين فقدوا شخصيتهم الإسلامية، فما باتوا لا يفكرون كما يوجب الإسلام أن يفكروا، وباتوا لا يعيش على الطريقة التي أوجب الإسلام أن يعيش المسلم عليها. وبالتالي لا يمكن القول إن المسلمين انسلخوا من إسلامهم، بكل تأكيد لا، معظم المسلمين على إسلامهم ما زالوا مسلمين، ولكن لا يكفي أن يكون المرء مسلما بمعنى أنه يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر، لا يكفي هذا يقال إنه شخصية إسلامية. فنحن نرى مسلمين يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويقومون بكثير من الشعائر، ولكنهم حقيقة يعيشون على طريقة غير الطريقة التي جاء بها الإسلام، أي لا يعيشون على الطريقة الإسلامية، وإنما طريقة العيش الغربية، طريقة التفكير الغربية، العقلية الغربية أثرت في المسلمين إلى أبعد الحدود. وهذا طبعا متوقع بعد مرور قرن من الزمان على خضوع أجيال لمناهج التعليم التي تعزز الثقافة الغربية وطريقة التفكير الغربية في أذهان المسلمين. فطبعا نحن بحاجة إلى جهد كبير لكي نعيد الأمة الإسلامية إلى أمة من الشخصيات الإسلامية التي يعني الشخصية التي عرفها المسلمون الأوائل الذين قبل الإسلام بهنيها كانوا يعيشون على الطريقة الجاهلية، وبعد أن صاغهم الإسلام تحولوا خلقا آخر بعقلية إسلامية وبنفسية إسلامية، أي تحولوا إلى شخصيات إسلامية تحملوا مش على النور والهداية إلى الناس. طيب يعني هذا كلامك فيه إقرار بأن المسلمين اليوم أو الفرد المسلم اليوم بحاجة إلى تغيير. ابتداء، ما مستوى وطبيعة وحجم وقدر التغيير الذي يحتاجه الفرد المسلم ابتداء في وقتنا الراهن؟
في الحقيقة يحتاج المسلم أو غالبية المسلم يحتاجون إلى جهد كبير جدا من أجل أن يستعيدوا شخصيتهم الإسلامية. لماذا؟ لأن المشكلة ليست في مجرد فروع من الأف التي تتكون بها الشخصية الإسلامية، ولا مجرد اختلاف أو يعني انحرافات صغيرة في السلوك هنا وهناك، إنما المشكلة تبدأ من القاعدة الفكرية، ونعني بالقاعدة الفكرية العقيدة الإسلامية. بالطبع لا يفهمن أحد أن الأمة الإسلامية قد ارتدت عن الإسلام، لا أقول، ولكن حتى اعتناق المسلمين للعقيدة الإسلامية شابه بعض الخلل. يعني العقيدة الإسلامية لا يقبل الله سبحانه وتعالى من المسلم أن يتلقى عقيدته أي إيمانه وراثيا، أي يكون مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط لأن لديه مسلمان ويشهدان هذه الشهادة، أو لأن المجتمع الذي نشأ فيه هو مجتمع من المسلمين يعتنقون الإسلام. فهذه الوثاق، هل هذا الاعتناق لعقيدة الإسلامية من طريق الوجدان والوراثة، هذه مشكلة كبيرة. حولت الإيمان من كونه أساسية قاعدة فكرية تتكون بها الشخصية، ومن ثم أيضا يتكون بها المجتمع والدولة وتتكون بها الثقافة كلها، تحولت هذه العقيدة إلى عقيدة تقليدية لا تنعكس على طريقة تفكير المسلم وبالتالي على سلوكه وعلى علاقاته مع الناس وعلى طريقة عيشه. إذن يجب أن يبدأ الأمر منذ البداية بإعادة النظر في اعتناق للعقيدة الإسلامية، كيف يعتنق الإسلامية، وراثة أم عن تفكير وبرهان ودليل يستطيع أن يحاجج به الناس ومن خلاله يستطيع أن يبني على إيمانه على عقيدته كل الأفكار، وبالتالي على هذه العقيدة ينبني سلوكه، أو من هذه العقيدة ينبثق سلوكه، تكون العقيدة قاعدة لحمل أفكاره ولسلوكه في الحياة. إذا من هنا يجب أن يبدأ الأمر من كيفية اعتناق العقيدة الإسلامية وكيفية انبثاق الأحكام الشرعية التي يلتزمها من هذه العقيدة، وكيفية بناء كل الأفكار التي يحملها على أساس هذه العقيدة، بحيث لا يتصرف في حياته تصرفا دائميا إلقى العقيدة الإسلامية، ولا يحمل أي فكرة من الأفكار تتعارض مع هذه العقيدة الإسلامية. إذن هذا التغيير يجب أن يبدأ من الجذور، من إعادة النظر وإعادة فهم في عقيدته، يدرسها دراسة عميقة، يبحث عن الأدلة القاطعة والبراهين الجازمة على هذه العقيدة، حتى يكون قد بنى شخصيته على عقيدة عقلية فوق كونها عقيدة روحية. يعني أفهم من كلامك يعني أستاذ أحمد أن المشكلة الأساسية الآن في حياة الفرد المسلم في تصوراتي أن تكمن في العقيدة أو في منهج الاستدلال على الله سبحانه وتعالى. هذا الأساس. يعني ربما تجد على وجود الله أمرا هينا، يعني سهلا لكثير من الناس، فبعض غير المؤمنين بالإسلام من لا يعتنق بالإسلام يستطيعون أن يبرهنوا على وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن للأسف كثيرا من المسلمين يعجزون عن ذلك لأنهم لم يعنوا أنفسهم بالتفكير في هذا الموضوع. ولكن إن تجاوزنا هذه النقطة أيضا نجد أن كثيرا من المسلمين لا يستطيعون البرهنة على أن القرآن كتاب الله وأن محمدا رسول الله. وبكل بساطة لو سألت كثيرا من المسلمين لماذا أنت مسلم سوف يحار في الجواب، أو يكون جابه فورا لقد ولدت من أبوين مسلمين، ولدت في مجتمع أهله مسلمون وبالتالي أنا مسلم. فهذه الإجابة تدل بطبيعة الحال على أن ماذا يجب أن تكون الإجابة بالنسبة للمسلم أستاذ أحمد؟ بكل بساطة لأنك بحثت عن الحقيقة المطلقة فوجدتها في العقيدة الإسلامية التي تعطي الفكرة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة وعما قبلها وعما بعدها وعن علاقتها بما قبل وما بعدها. وعندي دليل يقيني إما من العقل فيما هو حسي وإما من النقل القاطع فيما هو غيبي على كل ما أؤمن به. هكذا يكون المسلم قد اعتنق الإسلام عن اعتناقا فكريا عقليا كما يريد له الإسلام، لأن الإسلام نهى عن اعتناق العقائد بالظن أو بالتقليد. قل برهانكم إن كنتم صادقين، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وهذا حال الناس الذين إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع وجدنا عليه آباءنا، هذا حال الجاهليين. ولا يجوز للمسلم أن يكون قوله كقول هؤلاء. فالإسلام يريد من المسلم أن يكون إيمانه قرارا ووراثة، قرارا
فكريا جازما يبني حياته كلها عليها ويشق طريقه من هنا وحتى اليوم الآخر وفق هذه العقيدة. هذا ما يعني إذا لكن هذا أستاذ أحمد يعني هنا نقطة تبدو ملتبسة إلى حد ما، يعني أنت قررت بأن الإنسان المسلم ينبغي أن يكون إيمانه على أسس عقلية وفكرية، لكن ألا يكفي الخبر بذلك؟ بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ظهر في العرب أخبرهم بأنه لا إله إلا الله وبأنه رسول الله، يعني لم يطلب ابتداء إعمال العقل، وإنما جاء إعمال العقل في مرحلة متقدمة من نزول الوحي، وذلك لزيادة الإيمان ولأولئك الذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى على الوجه الصحيح حتى يعملوا عقلهم فيعرفونه حق المعرفة. أما ابتداء ألا يكفي الخبر بتحقق الإيمان؟ والخبر هنا قراءة القرآن بما جيد. حتى تقنع الناس بأن يعني يستهدوا أن يهتدوا الآن، لتقنع الناس بأن يهتدوا بالقرآن، ولتقنعهم أنه كلام الله، لابد أن تقنعهم أنه كلام الله حتى يهتدوا به. لا يمكن أن تستدل على الكافر أو أن تحاجج الكافر بكتاب ما لم يؤمن بأن هذا الكتاب كتاب الله، وهذا ما عمد إليه القرآن في المرحلة المكية التي خاطب بها الإسلام المشركين. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. لكن ربما يكون حديثنا أستاذ أحمد، معذرة عن المقاطعة، ربما يكون حديثنا عن المسلم نفسه قبل الذهاب إلى الكفار ومخاطبتهم إلى آخره. المسلم ألا يكفي منه الخبر بمعنى إعمال القراءة في القرآن وتدبر القرآن حتى يصل إلى معرفة الله عز وجل؟ لا بد أن يتدبر القرآن، وبطبيعة الحال إن تدبر القرآن فإن الله سيهديه إلى إعمال عقله. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال: إن في خلق السماوات والأرض لا في الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وكثير من الآيات التي تدعو إلى النظر في خلق الله سبحانه وتعالى، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذن لابد للإنسان حتى يكون إيمانه بالله سبحانه وتعالى راسخا أن يكون مبنيا على التفكر في المخلوقات، لأن المخلوقات دليل قاطع على الخالق سبحانه وتعالى، هذا جانب. وبعد أن يؤمن بالخالق سبحانه وتعالى لابد أن يكون لديه يقين بأنه بحاجة إلى هداية هذا الخالق عز وجل، فهنا يبحث عن الهداية فيجد أن هناك قال: أنا خاتم الأنبياء وهم محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يؤمن بخاتم الأنبياء ويجزم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالحقيقة أن كل من يحمل رسالة يحمل معه توقيع المرسل، وتوقيع محمد صلى الله عليه وسلم أي معجزته هو القرآن. فالقرآن دليل، القرآن بما أعجز به الناس عن أن يأتوا بمثله وأن يأتوا بسورة بمثله هو دليل قاطع على أن القرآن كلام الله. وهذا إعمال للدليل، هو استدلال عقلي على كون محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله. فهذا لا بد منه لكل مسلم. هناك كثير من المسلمين يقرؤون القرآن ويختمونه مرة شهر أو مرة في الأسبوع أو مرة في السنة على الأقل، ولكن هذه القراءة لم تؤدي بكثير منهم إلى أن يستطيعوا محاججة الآخرين بقوة أو بصدق عقيدتهم. طيب، وإسلامهم. نعم. طيب أستاذ أحمد، إذا ما بنينا على ما تفضلت به، وقبل أن أذهب إلى الفاصل سؤالي الأخير في هذا المحور، إذا ما بنينا على ما تفضلت بذكره من أن الإنسان ينبغي أن يبني عقيدته ومعرفته بالله عز وجل على أسس عقلية وفكرية، لكن هذا يستلزم العلم ويستلزم إدراك والإحاطة باللغة العربية، وهذه الأدوات ليست بمتناول جميع الناس، فالناس متفاوتون في هذا. هل يمكن القول بأن من لم ينل حظه من العلم وبأن الناس الذين لم يؤتوا قدرات ملكات عقلية هل محكوم عليهم بأن لا يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا بتاتا اطلاقا. حين نتكلم عن البرهنه الفكريه العقليه على العقيده الاسلام فاننا لا نتكلم لا عن مثقفين ولا عن عباقره. فالاسلام عقيدته على عمقها ميسوره لكل انسان في ان يفهمها وان يستدل عليها. انظر الى بساطه ذلك الاعرابي الذي سئل عن ايمانه بالله سبحانه وتعالى، ماذا قال ببساطه؟ قال كلاما سهلا جدا ولكنه عميق ومستنير الى ابعد الحدود. قال: البعرة تدل على البعير،
والأثر يدل على المسير. فأرض ذات فجاج وجبال ذات رواسي وسماء ذات بروج، أفلا تدل على الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الأعرابي ليس قارئا للكتب وليس مثقفا ولا مطلعا على المدنيات والحضارات والثقافات، ولكنه أعمل عقله إعمالا صحيحا بكل بساطة، و يعني أخلص في الوصول إلى الحقيقة، فوصل إليها وصولا قطعيا جازما. فليس المطلوب أن يكون الإنسان مثقفا وعقا في القراءة، المطلوب فقط أن يعمد إلى التفكير، أن يقرر أن يفكر. ولاحظ أنا أدري ما أقول، أن يقرر المسلمون أن يفكروا مهما كان ثقافتهم قليلة. الحقيقة أن أجيالا من الوعاظ والمرشدين والمشايخ الذين ترى الناس على وعظهم وإرشادهم عودوا الناس أن لا يفكروا في الإسلام، أن يفكروا في كل شيء، أن يفكروا في السياسة، أن يفكروا في كسب الرزق، أن يفكروا في الزواج وإلى آخره، ولكن عودوهم أن يكون الإسلام مجرد تلق، مجرد تلق لمواعظ روحية يعني ينعشون بها الجانب الروحية في نفوسهم. وأوحى للناس وكأن الإسلام ليس قضية تفكير، يراد للمسلمين أن يكونوا أمة مفكرة. أمة مفكرة كما قلت لا يعني أنها أمة يعني تتألف من جحافل من المتعلمين وأصحاب الشهادات، لا، أن يكون أن يحملوا الإسلام حملا فكريا. أنا اعتنقت الإسلام عن قرار فكرت به ووجدت أنه الحق، وهذا ميسور لكل إنسان مهما كانت ثقافته ضئيلة. وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم الذين لم يكونوا لا كتابا ولا قراء ولا مطلعين على الثقافات، ولكنهم حملوا الإسلام حملا فكريا وحاججوا به جميع الناس، حاججوا به قومهم وسائر الناس. إذن بناء على ما تفضل به ضيفنا من طرابلس الأستاذ أحمد القصص، فإن الإسلام أو العقيدة والإيمان لا ينبغي أن يحصل بالوراثة عن الأبوين، وأنه ينبغي إعماد العقل والفكر في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وبناء العقيدة الإسلامية على أسس عقلية وفكرية. هذا ملخص المحور الأول. وقفة قصيرة ومن ثم عودة لاستئناف الحديث. أسعدكم الله، وهذه عودة لمواصلة حديثنا عن منهاج الإسلام أو منهاج القرآن في التغيير الفردي. وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الأستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي. أستاذ أحمد، القرآن الكريم نزل في زمان وفي بيئة وفي مكان كانت فيه تصورات الناس وعقائدهم منحرفة، وكانت نفوسهم تئن من كثير من مساوئ الأخلاق، وكانت العصبية القبلية تفتك بالإنسان في حينه. ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى الذي كان مقصوده دلالة الناس على الله سبحانه وتعالى وتوحيده في العبودية سعى إلى إحداث تغيير، وقد حصل تغيير كبير وعميق وجذري في الإنسان العربي في حينه. أي منهاج حواه القرآن واتبعه في إحداث هذا التغيير الذي عد بحسب مستشرقين من خارج الإطار الإسلامي أنه الأخطر والأعمق في تاريخ البشرية؟ نعم، في الحقيقة نعم، الإسلام هو الأكثر جدارة والأكثر قدرة على تغيير الإنسان وتحويله من خلق إلى آخر، بمعنى من شخصية إلى أخرى. كل الناس رأوا كيف أحدث الإسلام ذلك الانقلاب الحضاري الهائل، ما بين عصر وآخر، ما بين مجتمع وآخر، ما بين حضارة بل بين حضارات وأخرى في لمحة بصر من الزمان. لماذا؟ بكل بساطة، لأن الإسلام كما أسلفنا قبل قليل عمد إلى الأساس في شخصية الإنسان، إلى الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، التي إن حلت حلت العقدة الكبرى عند الإنسان. فمتى حلت العقدة الكبرى عند الإنسان؟ حلت عنده باقي العقد. فلما الإنسان هذه المشكلة، هذه العقدة، بأن عرف الإنسان بطبيعة حياته
وبما قبلها وبما بعدها، وعن علاقة هذه الحياة الدنيا بما قبلها وعن علاقتها بما بعد، أعطى الإنسان حقيقة الأمر، أعطى له الحقيقة الكبرى. وبعد ذلك بهذه العقيدة عين له معنى وجوده في هذه الحياة، لماذا هو موجود في هذه الحياة، يعني أوضح للإنسان بكل وضوح بشكل كامل وتام أنك موجود في هذه الحياة من أجل أن تجتازها إلى حياة أخرى. فبقدر ما تحسن العيش في هذه الحياة خاضعا لله سبحانه وتعالى والتزما منهجه الذي أنزله إليك، هذا بك في يوم القيامة إلى النعيم المقيم في جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه الفكرة الكلية التي أعطت معنى للحياة بالنسبة للإنسان المسلم، حتى أعطت هذه النتيجة الهائلة، شفعها الله سبحانه وتعالى بذلك التشريع الذي نظم كل علاقات الإنسان التي تشكل سلوكه وطريقة عيشه، بمعنى أن الإنسان إنما علاقته يمكن أن نحصرها في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وفي علاقته بنفسه، وفي علاقته بسائر الناس. كل هذه العلاقات نظمها الإسلام تنظيما دقيقا، نظمها تنظيما كاملا، بحيث لم يترك فعلا من أفعال الإنسان إلا وأعطاه حكما شرعيا. قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكي، وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وثمة إجماع بين علماء الإسلام على أنه لا تخلو شريعة الله سبحانه وتعالى من حكم شرعي لكل فعل من أفعال العباد، لذلك لا حكم لأي فعل من أفعال العباد إلا من شرع الله بدليل شرعي من كتاب الله أو من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومما أرشد إليه. وبالتالي هذا الإسلام الذي أوضح للمسلم وأنره له طريقة حياته، بمعنى أنه عرفه على معنى عيشه، عن حياته، وبعد ذلك أعطاه الخريطة الكاملة لكيفية اجتياز هذه الحياة ولكيفية التعامل معها، مع الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالعبادات، مع نفسه باللاط والأذاب، مع سواه من الناس، مع غيره من الناس بالتشريعات التي شرعت أحكام المعاملات والعقوبات وأنظمة الدولة من حكم واقتصاد واجتماع وسياسة شيئة إلى آخره. هذه الشريعة الشاملة التي لا تدانيها شريعة باكتمالها، طبعا لا، ما من شريعة تداني شريعة الله سبحانه وتعالى، ولكن أضيف لذلك ما من شريعة اكتملت اكتمال الشريعة الإسلامية التي استطاعت أن تغطي جميع جوانب حياة الإنسان. هذا هو الذي تمكن من تحويل الناس الذين اعتنقوا الإسلام خلقا آخر، فبالأمس يكون جاهليا يحارب الإسلام، وبعد ذلك بأيام ينشرح صدره للإسلام تجده في مقدمة صفوف المجاهدين يجاهد قومه ويحمل راية الدعوة إلى الإسلام ويكون عضوا في مجتمع إسلامي يحيى حياة إسلامية تختلف اختلافا جذريا عن كل أنماط الحياة الأخرى. هذا هو الذي جعل الإسلام يغير الناس هذا التغيير الهائل. طيب، يعني إذن أفهم من كلامك بأن أحد معالم التغيير في منهاج الإسلام في التغيير هو الإجابة عن الأسئلة الفطرية التي تأخذ بعدا فلسفيا عند الإنسان، وهي: لماذا خلقت وما مصيري بعد ذلك، إلى غير ذلك من الأسئلة الفطرية. وأن التغيير الذي أحدثه القرآن في العرب في البداية أحال شخصيات عادية مثلا قبل الإسلام إلى شخصيات عبقرية وفذة مثل خالد بن الوليد الذي صنف يعني أعظم قائدا عسكريا ومخططا عسكري في التاريخ البشري كله، وهذا دائما على لسان مستشرقين. هذا التغيير الهائل والعميق والجذري الذي أحدثه القرآن في هذه النفوس التي كان حقيقة يصعب إحداث أي تغيير فيها لشدة العصبية التي كانت عندهم، ما الآليات والوسائل التي قررها القرآن الكريم في إحداث هذا التغيير والذي أثمر هذا القدر من التغيير الكبير؟ نعم، بكل بساطة ما اعتمده الإسلام هو صعق العقول. يعني حين يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين نشأوا منذ أجيال على عبادة الأوثان وتقليد الآباء، انظر إلى هذه الناحية، يقول لهم على سبيل المثال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، أي أنتم لا ترضون لأنفسكم إلا المولود الذكر وترضون لله سبحانه وتعالى أن تقولوا إن الملائكة بنات الله، ألكم الذكر وله الأنثى وله الأنثى، تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
ولقد جاءهم من ربهم الهدى. انظر إلى هذا الجانب، ما الذي كان حادثا في العرب حين، ما الواقع العرب فكريا حين جاءهم الإسلام؟ كانوا يعيشون على تقليد الآباء، وكان الآباء بالنسبة إليهم مقدسين، لأنهم استلهموا معنى الحياة وطريقة العيش منهم، فهم لا يملكون أي مصدر فكري يقولون هذا صواب وهذا خطأ، وإنما ما ورثوه عن أبائهم. فإذا بالقرآن يصعقهم ويقول لهم أولو كان أباؤكم يعقلون شيئا ولا يهتدون، وكانت ردة فعل العرب في عصبيتهم أن قالوا إن محمدا سب آلهتنا وسب وعاب أحلامنا وشتم أباءنا إلى آخره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن الشتم، ولكنهم صعقوا بهذا الخطاب الذي يسقط القداسة عن التقليد، يسقط القداسة عن الآباء، يسقط القداسة عن الأعراف التي ورثوها دون أن تكون مستندة إلى أي أساس فكري. فكانت عملية الصعق الفكري لهؤلاء بأن تزلزل أركان الأسس التي كانوا يعيشون عليها لأجل أن يثبت بطلانها وفسادها، ليبنى بعد ذلك على هذه على نقيض، على أنقاض هذا الركام من الحياة الجاهلية والتفكير الجاهلية، ليبنى بعد ذلك التفكير الإسلامي والعقيدة الإسلامية. والإسلام هذا الكيان الفكري الثقافي التشريعي بكامله، قال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر طاغوت، طبعا كلمة طاغوت هنا تشمل كل تشريع وكل مصدر للتشريع غير الله سبحانه وتعالى، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. إذن الآية هنا وغيرها من الآيات واضحة تماما بأنه لا يجب بنيان الإيمان أن يقوم إلا بناء على أنقاض بنيان الكفر، إذ لا يمكن أن تجتمع عقيدتان في ذهن المسلم وفي نفسه، ولا يمكن أن تجتمع ولاءان متناقضان في الإنسان، وإلا تحول إلى شخصية مشوهة. وللأسف هذا ما هو عليه واقع أمتنا اليوم، إذ جمع المسلمون للأسف ما بين العقيدة الإسلامية تقول لا إله إلا الله، ومن معانيها لا مدبر لحياة المسلم ولا هادي له في الحياة إلا الله، جمعوا بين هذه العقيدة وبين كثير من آثار عقيدة فصل الدين عن الحياة التي تدفع بهم إلى اتخاذ مقاييس لكثير من سلوكهم غريبة عن الإسلام، مع أن الإسلام هو الذي أعطى المقاييس الشاملة لكل أفعال الإنسان في حياته. إذن هذا الذي جعل شخصية المسلمين في هذا الزمان شخصية ملونة مضطربة ضعيفة لا لها لا هوية لها، تحولت عن كونها شخصية إسلامية إلى شخصية مضطربة، إلى شخصية مضطربة ليست هي شخصية إسلامية وليست هي شخصية ليبرالية غربية، لأن المسلمين خلطوا شكل سيء جدا ما بين مفاهيمهم الإسلامية الموروثة التي ورثوها وراثة، وبين المفاهيم التي غزت عقولهم وضغطت عليها ذلك الضغط الهائل منذ قرنين من الزمان. هذا الذي يجب أن نعمل على التخلص منه اليوم، هو أن نعمل على نفي كل آثار الثقافة الغربية وجهة النظر الغربية عن الحياة من عقول المسلمين، ليصبحوا ذوي فكر إسلامي خالص يحمل الإسلام إلى الآخرين، ولا يحمل الآخرون إليه أفكارهم وثقافاتهم وأفكارهم وتشريعاتهم إلى آخره. طيب، يعني قررت أن الأساس اشتغل في القرآن، يعني سعى القرآن إلى إحداث تغيير على أسس عقلية وأحدث صدمة أو صعقة عقلية في نفوس العرب، لكن قد يأتي فرد ليسأل كيف يمكن تفسير أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه الكريم هذا المنهاج أن يحدث صعقة في عقول العرب، وهؤلاء العرب كانوا أمة بدوية، أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب وليس لها حظ من الحضارة الفكرية والإنتاج العقلي، يعني ثمة نوع من هنا مخالفة السياق، كيف حصل ذلك؟ ما الحكمة من ذلك؟ لا، بل هذا دليل إضافي على أنه ليس في كثرة المؤلفات وكثرة العلماء وكثرة المثقفين وحملة الشهادات أبدا، العبرة في أن نعمد إلى عقل الإنسان، والإنسان هو إنسان مفكر بطبعه من فطرته، أن الله سبحانه وتعالى ميزه عن سائر المخلوقات بأنه كائن يعقل يفكر، ولكنه في كثير من الحالات يعطل للأسف يعطل عقله حيث يجب أن يعمله،
ويعمله ويحكمه في أمور ليست هي محل تحكيم العقل، يعني بطبيعته يستخدم عقله، ولكن المطلوب هو أن يحسن استخدام هذا العقل فيحكمه حيث يجب أن يحكمه، ويتلقى حيث يجب أن يتلقى، ويستخدم عقله للفهم حيث يستخدم عقله للفهم. وهذا ما لم يعهده العرب في الجاهلية، إذ كانوا قد اعتادوا أن يسلموا عقولهم لمن سلف من الآباء فيريحوا أنفسهم بذلك. فكانت الفكرة أن هناك عقولا مترهلة، أن هناك أدمغة مترهلة قد أصابها الترهل، يعني أصابها يعني تداعت من الدعك من قلة التفكير. فجاء الإسلام ماذا يفعل؟ كما تصعق الجسم بالكهرباء من أجل أن تنظم الجديد، أتى الإسلام يعطي صعقات للتفكير من أجل أن يدفع عن هؤلاء إلى التفكير، لا من أجل أن يكونوا بحاثين، ولا من أجل أن يكونوا دكاترة، ولا من أجل أن يكونوا يعني مثقفين بكل الثقافة. نتك فيهم ثقافة الإسلام ليعيدوا نظرة فيما كانوا عليه. فكانت عملية ضرب أفكار بأفكار، وكانت عملية أحياء للتفكير. تعالى كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. إذن هذا الذي أحدثه الإسلام في العرب، وأيضا هذا ما نحتاجه اليوم لتحريك عقول المسلمين من أجل أن التفكير بشكل صحيح بالإسلام وبغير الإسلام. ركزت كثيرا أستاذ أحمد على قضية العقل وأعمال العقل واستعمال العقل ودور العقل في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلى آخره، لكن ربما لابد من وضع قيد بأن العقل هنا ليس حاكما وإنما وسيلة، يعني بمعنى أن العقل لا يقر حلالا من حراما، ولا يحسن ولا يقبح، وإنما هو وسيلة لإدراك حقائق الإسلام وحقائق الوجود من خلال الوحي، أليس كذلك؟ تماما، أخذتني إلى الموضوع الذي كنت أن تفتح بابه. هنا القضية ليست جوابا واحدا على الإطلاق لكل شيء، هناك دور للعقل في أن يكون في مجال معين حاكما، وهناك دور له في مجال آخر في أن يكون متلقيا. حين تأتي إلى إنسان لا يعتنق العقيدة الإسلام على سبيل المثال، هو لا يؤمن بالله، لابد أن تدفعه إلى تحكيم عقله في بالأدلة الحسية على الوصول إلى الخالق سبحانه وتعالى. فهنا حاكم على أن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه لا يتصور عدم وجوده، فالعقل هنا حاكم. ثم بعد أن يؤمن بالله تعالى، لابد أن تقنعه بالآية العقلية وبحكم العقل أنه بحاجة إلى هداية الله، أي هو بحاجة إلى رسالة من عند الله سبحانه وتعالى. فإن اقتنع تنقله إلى الخطوة التالية، وهي أن تقول هذه هي رسالة الله بين يديك، هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يؤمن بعد بهذه الرسالة، فعليك أن تأتي بالأدلة العقلية على أن محمد رسول الله من خلال المعجزة التي تركها إلى يوم القيامة، وهي كتاب الله. فهو بعقله يستطيع أن يحكم أن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتي بشر، فيقطع حكما بحكم عقلي قاطع أن القرآن كلام الله. هنا بعد هذه المرحلة يدرك أن بين يديه رسالة من عند سبحانه وتعالى، من خلالها يمكن أن يستكمل فكرته الكلية عن الكون والإنسان والحياة من خلال النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فبعد أن أيقن أن القرآن كلام الله وأن محمد رسول الله، فهذا يعني أن كل ما ورد في كلام الله هو حق مطلق، وكل ما ورد على لسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شؤون الوحي، في شؤون التشريع، وفي شؤون العقيدة هو حق مطلق لا يحتمل الخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يعصم أنبياءه وإلا لضاع معنى الرسالة. فإذا هنا يستطيع بعد ذلك بالتلقي لا بتحكيم العقل أن يؤمن مثلا بالجنة النار، وهذه لا مجال إلى إثباتها عقليا، وإنما لابد من الدليل النقلي الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. بالدليل النقلي يوم القيامة يثبت عنده الإيمان بالملائكة وبالجن وبالجنة وبالنار وبأهوال اليوم الآخر إلى آخره. إذن بعد يثبت لديه أن القرآن كلام الله وبالتالي أن محمد رسول الله، يأتي دور التلقي، وهو يتلقى أخبار الغيب التي لا يمكن للعقل أن يصل إليها من خلال النقل. وأيضا فيما يتعلق بالتشريع، عند التشريع لا يعود هناك دور للعقل إطلاقا أن يكون حكما، وإنما يكون دور العقل هنا أن يكون فهماً، أي أن يكون متلقياً عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي
الأدلة على التشريع أدلة نقلية بحتة، ولا يجوز إطلاقا أن يطلق دليل العقلي في مجال التشريع. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، طيب، ذكرت في موضوع الناحية النظرية القواعد والآليات والوسائل التي قررها القرآن الكريم في إحداث التغيير، لكن لا تكتمل الصورة إلا بالحديث عن الجانب العملي لهذه المقررات التي جاءت في القرآن الكريم. وعندما نتحدث عن الجانب العملي، فإن خير ممثل لهذا الجانب العملي هو النبي صلى الله عليه وسلم. كيف طبق النبي عليه الصلاة والسلام في حياته منهاج القرآن في إحداث التغيير، وأثمر ذلك أنه ربى جيلا من خيرة ما أنتجته البشرية بعد الأنبياء والمرسلين؟ نعم، كانت البداية بأن يخاطب ناس غير المسلمين، أن يخاطبهم بالإسلام من حيث هو وحي من الله سبحانه وتعالى، بأن يقيم عليهم الحجة بأنه كلام الله، فإن أعطوا الإسلام هنا يكونون قد فتحوا الباب لأنفسهم من أجل أن يتفهموا هذا الإسلام وأن يعيشوا وفقه. فكانت الخطوة التالية بعد أن يعتنق المرء منهم الإسلام، كانت الخطوة التالية يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفكرة التي أتى بها الإسلام، أو التصور إن شئت الذي أتى به الإسلام عن الحياة الدنيا وعن أصل الخلق وعن مآل وعن معنى وجود الإنسان في هذه الحياة، وكان يعتني بهؤلاء الصحابة. فلنعد إلى المرحلة المكية. قضى النبي صلى الله عليه وسلم السنوات الثلاث الأولى وهو يصيغ هذه العقيدة في نفوس الصحابة بأن يتلو عليهم القرآن، بأن يتدارسوا القرآن فيما بينهم، وأن يضيف على القرآن ما أوحي إليه من الحديث، ولا سيما الحديث القدسي ومشاكل ذلك، وأن يجعل هذه العقيدة تنعكس على سلوكهم. فكان يراقب سلوكهم، وعند كل محطة وعند كل حاجة كان ينبههم إلى أن هذا حلال وهذا حرام، على الرغم من أن التشريع بكامله لم ينزل في المرحلة المكية، وإنما نزل في المرحلة المدنية، ولكن على الرغم من ذلك كان يهتم بسلوك المسلمين في مكة، إذ أن القواعد السلوكية العامة كانت قد وجدت في مكة، وكان يلتزمها الصحابة الذين عقوا الإسلام. فحولهم الإسلام فورا عن عادات الجاهلية وتقاليدها إلى مفاهيم الإسلام. فبعد أن كان الواحد يستسهل وأدى المولودة الأنثى، صار هذا الأمر عنده من أعظم المحرمات، وصار أكل الربا بعمومه محرما، وإن كانت التفاصيل قد أتت فيما بعد، وصار صار تكثيف الكيل من المحرمات، وصار عقوق الوالدين من الرماد. كل هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم بناء على تثبيت العقيدة، بناء على تثبيت الإيمان في نفوس الصحابة، كان بعد ذلك يوجههم عند كل حادثة أنها يجوز وهذا لا يجوز، قد فعلت كذا فلا تفعل مرة أخرى، قد تجاوزت فلا تفعل مرة أخرى، يا فلان إن فيك شيئا من الجاهلية، يعني ما فعلته الآن هذا فيه بقية من جاهلية التي كنت عليها، فبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. وهكذا كانت عملية التربية عملية تواكب سلوك الإنسان في كل تصرفاته في كل أعماله، وهذا ما أسعف به الشرع الذي كما قلنا وكما أسلفنا أعطى حكما شرعيا لكل فعل من أفعال العباد. طب القرآن الذي غير الصحابة والتابعين من بعدهم هو نفسه ما زال اليوم، والمسلمون اليوم يحفظونه ويتلونه، لكن حقيقة حالهم لم يطرأ عليها أي تغيير يذكر فيما يتصل بالمقاصد التي أرادها الشارع من وراء التعامل مع القرآن حفظا وتلاوة تعبدية. لماذا أستاذ؟ بكل بساطة كما أسلفت لك منذ قليل أن المسلمين اعتادوا أن القرآن هو من أجل إثارة الناحية الروحية، من أجل الشعور بالروحانية عند قراءته، ومن أجل الاتصال بالله سبحانه وتعالى روحيا. وبالطبع هذا حق، أن تتصل بالله سبحانه وتعالى بالصلاة وبالتبتل وبتلاوة القرآن وبالتسبيح، هذا حق، ولكن إن يقتصر الأمر على هذا الجانب ولا يلتفت المسلم إلى أن القرآن هو منطلقه إلى الحياة وللتعامل مع الناس، ما دام يعتمد قواعد سلوكية بالتعامل مع الناس ليست من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فإن هذا
سوف يغيب عن ذهنه التدبر لكتاب الله ولسنة رسوله، وأن يبقى ينظر إليهما على أنهما وسيلة للصلة بالله سبحانه وتعالى فقط. وهذه مشكلة. أنا أعطيك حادثة صغيرة جدا جرت معي شخصيا لتثبت ما أقول لك. في مرة من المرات ألقيت درسا، وهذه حادثة قديمة، ألقيت درسا في أحد المساجد، فأتى أحد الأصدقاء وقال لي: يا أستاذ ماذا فعلت؟ كيف تقول الناس هكذا؟ قلت: ماذا؟ قال: أنت تخاطب الناس بما لم يعتادوا عليه، لم يعتادوا أن يفكروا في يعني أن يبذلوا جهدا في فهم من يعظ ومن يرشد ومن يدرس. فسألته سؤالا، قلت له: بالله عليك ماذا تصنف نفسك فكريا وثقافيا؟ قال لي: أنا من عامة الناس. قلت له: هل فهمت كلامي؟ قال: فهمت، ولكن اضطررتني لأن أفكر. انظر إلى جوابه الذي كان صادقا جدا. قال: اضطررتني لأفكر، فكرت حتى فهمت كلامك. هذا يعني أنه يخبرك بطبيعة الحال أن الوعظ المرشدين اعتادوا أن لا يدفعون إلى التفكير. أنا نعم فهمت عليك لأنني فكرت أنت تتكلم. قال بالحرف الواحد: فكرت ففهمت. ولم أكن عادة أفكر وأنا أستمع للوعاظ والمرشدين أن يتلون علينا آية ويحركون بها مشاعرنا، أو حديثا يحركون به عواطفنا ويثيرون به الشوق إلى الجنة والخوف من النار فقط، لا أكثر ولا أقل. إذن هذه المشكلة. نعم، أن المسلمين للأسف قرروا أن قراءة القرآن والسنة ليست للتفكير وإنما للراحة النفسية ونقطة على السطر. هل التغيير الذي أقره القرآن التغيير لذاته أم أن ثمة مقاصد وأهداف وغايات وراء هذا التغيير؟ هذا ما نبحثه بعد وقفة أخيرة. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة التي نبحث فيها منهاج القرآن في التغيير، وحديثنا في هذه الحلقة دائما مع الأستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي، وهو معنا من طرابلس عبر سكايب. أستاذ أحمد، المقاصد والغايات التي أرادها الإسلام من وراء التغيير، أكيد أن التغيير ليس لذاته وإنما ثمة أهداف أو ثمة على الأقل هدف غائي، هدف كبير أعلى يسعى إلى تحقيقه الإسلام من خلال آلية التغيير، ماذا عن ذلك؟ بالطبع نحن نتكلم عن التغيير الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا نتكلم عن التغيير. فهناك تغيير من الأحسن إلى الأسوأ، هناك تغيير من الإيمان إلى الكفر، ولكن ما نسعى إليه التغيير من الإيمان من الكفر إلى الإيمان، ومن الحال إلى الحال الأحسن منه، وهذا أتى من أجله الإسلام. بالطبع الإسلام إنما أراد أن يغير الإنسان الذي هو منحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى إلى إنسان يسير على منهج الله عز وجل، من أجل طبعاً من أجل غايات. أعظم غاية هي أن يصل الإنسان إلى رضوان ربه سبحانه وتعالى، ومن ثم جنة عرضها السماوات والأرض. قال تعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن الغاية البعيدة هي أن ينال الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى وأن يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض في الحياة الأخرى. ولكن لا يحسبن أحد أن هذه الغاية هي على حساب ما يحب الإنسان نفسه في هذه الحياة الدنيا. بالعكس، هناك تكامل ما بين سعادة الدارين في الإسلام. البعض يظن أنه حتى يصل الإنسان إلى سعادة الأخرى عليه أن يعيش في هذه الحياة شقيا، والحقيقة سوى ذلك، لأن العيش على منهج الله سبحانه وتعالى وفق شرعه، أن يسير الإنسان أعماله بأوامر الله ونواهيه، وأن تقام حياة إسلامية في هذه الدنيا حيث يعيش الناس حياة إسلامية على الطراز الإسلامي، ينشئون مش إسلاميا، فإن هذا يؤدي بهم إلى سعادة الدنيا. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.
فلا يظنن ظن أن الكافر يمكن أن ينال طمأنينة الناس والسعادة في الدنيا على أن يخسرها في الآخرة، لا، هو في النهاية خاسر لنفسه ولطمأنينته ولسعادته في هذه الدنيا وفي الآخرة. لماذا؟ لأن الإنسان حين يعيش وفق منهج الله سبحانه وتعالى فإنه يكون قد أعطى فطرته ما تستحقه. قال تعالى: أقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحين يقول إن الإسلام هو الدين الموافق للفطرة، فهذا يعني أنه الذي أتى من أجل أن يشبع الفطرة الإشباع الصحيح، فيؤدي إلى طمأنينة الإنسان وإلى هنائه وسعادة في هذه الحياة. نعم. فلا سعادة للإنسان في هذه الحياة دون رضوان الله سبحانه وتعالى. فإذا هناك غاية هي أن نصل بالإنسان إلى سعادته، وهذا يكون وفقا لمنهج عيش. فحين يأتي الإسلام بشريعة للإنسان فإنها الشريعة التي تعالج مشكلاته، وهي التي تنظم علاقات الإنسان التنظيم الصحيح، فتنهض بالمجتمع، تنهض بالمجتمع النهضة الصحيحة. فبقدر ما يبتعد الإنسان عن وحي الله سبحانه وتعالى، عن هدي هذا الوحي، بقدر ما ينخفض وينحط في هذه الحياة ويبتعد عن طاعة عن 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 النعيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا قبل نعيم الآخرة زمانا. طبعا تحدثت عن الهدف الغائي أستاذ أحمد، وقلت بأن هدف التغيير في الإسلام أو في القرآن الكريم هو نيل السعادة في الدار الآخرة، وتحدثت عن التوازن بين السعادتين في الدار الدنيا وفي الدار الآخرة. هذا يقودنا إلى الحديث عن العلاقة المفترضة بين التغيير الذي أراده القرآن الكريم، أراده الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه الكريم، وبين قضية الاستخلاف والتمكين. لو تحدثنا عن العلاقة بين التغيير وبين الاستخلاف والتمكين. بكل بساطة هي علاقة محكمة لا يمكن أن تنفك، علاقة حتمية لا يمكن أن تنفك إطلاقا. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. هناك تكامل ما بين الإيمان والعمل الصالح، والعمل الصالح هنا تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، أي من دون أن يلتزم المسلمون شرع الله وأن يطبقوه في واقع حياتهم فلا يمكن أن يحصل الاستخلاف. فالاستخلاف مبني على تمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. فإن استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان هذا ليس مجرد استخلاف لا ينتج عنه شيء. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن انظر هذه العلاقة التكاملية. بالمقابل إن بدل المسلمون وغيروا فإنهم سوف يعودون القهقرة إلى الخوف وإلى الضياع وإلى التخلف وإلى الانحطاط. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الخوف ولما كانوا يصنعون. إذن العلاقة هناك علاقة طردية، إن التزم شرع الله سبحانه وتعالى كانت هذه الأمة أرقى أمة وأقوى أمة، وهذا التاريخ هو ما حدثنا عن ذلك. لأنه حين تجسد الإسلام في المجتمع الإسلامي في الأمة الإسلامية أنشأوا مجتمعا يحكم بما أنزل الله ويصوغ علاقاته بالشريعة الإسلام وبمفاهيم الإسلام، نشأت دولة تضاهي كل دول العالم بقوتها، فضلا عن أنها كانت منارة حضارية للعالم وأوجدت طريقة عيش لم تعرفها سائر الأمم. بعد أن اخترقت جميع الحواجز والحدود من عرقية وقومية وجغرافية ولغوية إلى آخره، كل هذا يدل على مدى قدرة الإسلام على إنشاء أمة راقية، أمة مستقرة مزدهرة. فالأمة الإسلامية في زمان نهضتها كانت تضاهي البشرية كلها في مجال العلوم والتكنولوجيا والمدنية والعمران إلى والعمران. هذا كله دليل على أن الإسلام لم يأتي من أجل أن نكلف ونقطع على السطر، وإنما أتى ليكلف، وبعد ذلك ينتج عن التكليف ثمار في الحياة نهوضا ورقيا، وفي الحياة الأخرى جنة عرضها السماوات والأرض.
ما زال في الحديث بقية ولكن ليس في الوقت بقية، أدركنا الوقت. أستاذ أحمد القصص الباحث الإسلامي، كنت معنا من طرابلس لبنان عبر سكايب، أشكرك شكرا جزيلا على ما أفضت به، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. دمتم في حراسة الله.